مساء الخير والسعادة على كل عشاق الساحرة المستديرة واللي بيتفرجوا علينا دلوقتي في كل مكان. أهلا بيكم في حلقة جديدة من ملعب الحريفة. هكون معاكم أنا هند مدحت وأميرة فراج. مساء الفل عليك يا أميرة. مساء الفل يا هنودة. أهلا بيك يا هند وأهلا بكل اللي بيتابعونا على شاشة قناة الأهلي. حلقتنا النهاردة متنوعة، هنتكلم فيها معاكم عن كل حاجة سواء كانت محلية أو عالمية، ومنورنا ضيفة مميزة جدا هنخليها لكم مفاجأة لوقتها. عايزين بس قبل ما نبدأ ننوه عن حاجة حصلت امبارح. احنا قلنا ان في اخبار كانت اتكتبت عن اعتزال بجرامي كمال الاجسام بعد ما حقق المركز الخامس في البطولة، وقلنا ان احنا نفسنا ان الخبر ما يكونش صحيح، ولو صحيح يتراجع عن القرار، وفعلا طلع امبارح بالليل يخرج ويقول انه ما اعتزلش، ونصا من كلامه قال لسه عندي القدرة اني ارجع وانافس على بطولة مستر اولمبيا من تاني، ومش هستسلم للخسارة الاخيرة. يعني ده حقيقي، احنا كمان بنقوله احنا معاك قلبا وقالبا، هترجع تاني باذن الله تاخد البطوله اللي جايه، وزي ما قلنا لك امبارح يا كابتن دي مش نهايه العالم، طول ما احنا عايشين لازم يكون عندنا امل ونحلم ان احنا ننجح، وفي مشوار نجاحنا لازم نقع ونقوم كذا مره علشان حتى النجاح يبقى ليه كده طعم وليه روح معينه. كل التوفيق للنجم المصري العالمي بجرامي. عايزين قبل ما ندخل في مواضيع حلقتنا النهارده افكركم ان انتم ممكن تشاركونا على صفحة الأهلي على فيسبوك وإنستجرام وتويتر في سؤال حلقتنا النهاردة، مع أم ضد دخول التجنيس في الرياضة. تعالوا بقى نروح نبدأ فقرتنا الأولى ونشوف معانا أخبار إيه النهاردة في السريع. هنبدأ معاكم أخبارنا بالأخبار الدولية، وطبعا أول خبر معانا عن الساحر ليونيل ميسي اللي قاد المنتخب الأرجنتيني امبارح للتتويج بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، والأولى ليه من 36 سنة بعد الفوز على منافسه على اللقب المنتخب الفرنسي بنتيجة 4-2 في ركلات الجزاء بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3. وحقيقي المنافسة كانت شرسة جدا جدا طول الماتش، وإمبابي وميسي كان بينهم تحسوا كان في خناقه امبارح بتحصل على ارض الملعب. الاول سجل هدفين والتاني سجل هاتريك 3 اهداف، لكن في النهايه الكوره فضلت انها تصالح وترسم ضحكه الساحر ليونيل ميسي. يعني كان ملحمه رياضيه امبارح، واحد من اعظم ماتشات ومن اعظم نهائيات كاس العالم كلنا شفناه مع بعض بين فرنسا وارجنتين. خلينا نروح برضو لتاني خبر معانا هو عن كاس العالم بس بيخص الجوائز الفرديه. النجم الارجنتيني ليونيل ميسي فاز طبعا بجائزه الكره الذهبيه لافضل لاعب في مونديال قطر 2022، اما النجم الفرنسي كيليان امبابي فاز بجائزه الحذاء الذهبي لهداف البطوله بعد تسجيله 8 اهداف، والحارس الارجنتيني ايميليانو مارتينيز حصل على جائزة أفضل حارس مرمى في المونديال، أما لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فرنانديز خد جائزة أفضل لاعب شاب في كأس العالم. بالظبط. ندخل بقى هند على الاخبار المحليه. الفريق الاول لسيدات كره اليد بالنادي الاهلي بقياده مديره الفني كابتن محمد عادل زولا فاز بلقب بطوله الكويت الدوليه بعد فوزه على فريق سلوى الصباح الكويتي بنتيجه 46-14، علشان يستعد الاهلي من خلال البطوله دي لدور الثمانيه من بطوله كاس مصر واللي هتكون قدام نادي الشمس. آخر خبر معانا النهاردة عن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بكرة إن شاء الله مع فريق فاركو في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز، واللي هتتلعب الساعة 5 بملعب برج العرب بالإسكندرية. كان فريق الأهلي استأنف تدريباته امبارح تحت قيادة السويسري مارسيل كولر على ملعب التتش بالجزيرة بعد ما انتهى من الراحة السلبية اللي حصلوا عليها لمدة 24 ساعة. كمان قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم توقيع غرامة مالية على اللاعب محمد مجدي أفشة بسبب اللي حصل في المباراة اللي فاتت وفقا للائحة. إن شاء الله الأهلي يفوز بمباراة بكرة ويقدم مباراة كويسة. وبكده يا أميرة تكون خلصت أخبارنا النهاردة. تعالوا بقى نروح دلوقتي لصورة في تعليق. الصورة اللي معانا النهاردة واللي مفيش غيرها ينفع يكون معانا هي صورة ميسي بطل العالم، هو بيرفع
الكاس امبارح. بس مش ده اللي لفت انظارنا للصوره، لكن اللي لفت نظرنا هو رفع ميسي للكاس وهو لابس البشت القطري او البشت الخليجي العربي اللي بيعتبر ارث وهويه الشخصيه العربيه، وبيلبسه كبار القوم او المسؤولين الكبار في المناسبات الكبيره. ودي كانت مكافاه عظيمه من قطر انهم يكونوا حريصين على ان ميسي يرتدي البشت في حدث كبير زي ده، لان مفيش شك ان الصوره دي للتاريخ، لانها هتلف في العالم كله وهيتعلق عليها وتفضل في الذاكره. لقطه ذكيه جدا 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 من قطر، وبجد تحترم، شابوه. دي حقيقه. خلينا نقول انه قطر ما فوتتش لحظه واحده من اول بطوله لحد دلوقتي في التاكيد على الهويه العربيه، نجحت في استضافه نسخه تاريخيه ما تتنسيش من مونديال كره القدم، نسخه كانت مليئه بمفاجات واثاره واحداث مهمه عشان تتحول لانها تكون مصدر الهام لينا ولمليارات الاشخاص من العالم العربي والشرق الاوسط والعالم كله. قطر يا جماعه نجحت في كسر الفجوه بين الشرق والغرب باستضافتها لبطوله كاس العالم. كان في استعراض جميل جدا لثقافتنا وتراثنا وعاداتنا، وعلى الصعيد الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والبيئي كان ليها وهيكون ليها دور مهم جدا في الفتره اللي جايه، لانهم اكدوا بكل بساطه على ان العرب قادرين يحققوا ويعملوا اي حاجه زيهم زي الغرب واحسن منهم. يعني في ناس كتير اتكلمت ان نسخه كاس العالم السنه دي احسن بكتير من النسخه السابقه، فمونديال استثنائي. شكرا قطر على استضافه كل عدد مهول بالزبط من الناس وجنسيات مختلفه بدون مشكله واحده. الحمد لله. خلصت فقرتنا الاولى، تعالوا نطلع فاصل صغير ونرجع نشوف منورتنا النهارده هتكون عن ايه. ورجعنا لكم مره ثانيه ولسه مكملين معاكم حلقتنا، ودلوقتي وصلنا معاكم لتاني فقرتنا المناوره. وخلصت أجواء الإثارة اللي كنا عايشين معاها لمدة شهر بمباراة نهائية بين أسطورتين في عالم كرة القدم. ماتش امبارح من نار، فرنسا والأرجنتين زي ما شفنا المباراة كانت صعبة وقوية جدا عشان ميسي ونجوم الأرجنتين يكتبوا نهاية القصة من منطقة الجزاء وياخدوا بطولة كاس العالم، ويقدر ميسي يثبت للعالم كله أنه مش هيجي زيه تاني في التاريخ. قفل اللعبة، بجد قفل اللعبة، خد كل جوائزها الفردية والمحلية والدولية. بس احنا النهاردة عايزين نقف وقفة شوية عند منتخب فرنسا، خصوصا جيل نسختين كاس العالم 2018 ووصيف 2022 بعد خسارتهم من امبارح. بجد يا جماعة قدموا بطولة كبيرة جدا وقوية، الفريق كله تأقلم وقدم اللي يقدر عليه، ومعاهم لعيب الكل بيشاور عليه وبيقول انه هيكون مستقبل الكورة بعد ميسي وكريستيانو رونالدو، هو كيليان امبابي. زي ما قلنا في الأخبار خلص البطولة وهو هدفها بثمان أهداف. بس عايزة أسأل سؤال، هو امبابي أصله فرنساوي؟ الإجابة لأ، أصله كاميروني. طيب نجمهم الثاني عثمان ديمبلي فرنساوي؟ الإجابة برضو لأ، أصله مالي. الحقيقة المنتخب الفرنسي بيضم 16 لاعب من أصول أفريقية وعربية باللي لعبوا في كاس العالم ده واللي فات، انتم متخيلين الرقم؟ يعني يعتبر الفريق كله. وعشان كده موضوع منورتنا النهارده عن التجنيس في كره القدم وفي الرياضه عموما. عايزين كل اللي بيتابعونا دلوقتي يشاركونا رايهم على صفحات قناه الاهلي على فيسبوك انستجرام وتويتر، وتقولوا لنا رايكم ايه في التجنيس في الرياضه. عارفه يا اميره، الموضوع ده بيفكرني بالمثل اللي بيقول ايه، زدنا في دقيقنا. وكان فرنسا قررت ان هي تعمل منتخب مكون من افضل لعيبه أفارقة وعرب. الموضوع يخض جدا، وده يخلينا نفتح عينينا كده، ايه اللي بيحصل وايه اللي بيدور في عالم كرة القدم، ومش بس كرة القدم، يمكن الرياضات كلها زي ما أميرة قالت بيتعمل فيها موضوع تجنيس اللاعبين النجوم. يعني تخيلي مثلا ان واحد زي مبابي ده بيلعب في منتخب بلده الاصل اللي هو المنتخب الكاميروني، كريم بنزيما نجم ريال مدريد بيلعب مع الجزائر، قلت ثلاث ارباع اللعيبه. بس تخيلي ان احنا بنتكلم عن 16 لاعب من منتخب واحد كانوا هيمثلوا اضافه قد ايه لبلادهم، اضافتهم طبعاً لبلادهم كانت هتبقى كبيره جدا لو كانوا بيلعبوا في منتخباتهم الاصل. صحيح. كانوا اكيد هيحققوا مع منتخباتهم بطولات وانجازات زي اللي بيحققوها في اي بلد تانية. ايه الدوافع اللي ممكن تخلي لاعب يتخلى عن جنسيه بلده
في مقابل انه يحترف مع منتخب تاني. دي كلها اسئله لازم كل بلد نجومها وولادها بيروحوا لمنتخبات تانية يسالوها لنفسهم حقيقي. لان ده ممكن يوصل انه يكون بيضيع عليهم ثروه قوميه بلعيبه موهوبين ونجوم، واحنا بنتكلم عن ثروه قوميه ما بنتكلمش عن موهبه بس، احنا بنتكلم عن موهبه بتدر ارقام وفلوس كتير قوي 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 قوي، يمكن زي ما شفنا امبابي مع فرنسا. بالظبط، هو برضه عارفه يا هند الموضوع اكبر بس من منتخب فرنسا، يعني في منتخبات تانيه كتير لالعاب مختلفه مش بس كره القدم، انجازاتهم وتطورهم بقى معتمد على اتفاقيات التجنيس زي منتخب قطر، منتخب الانجليزي، عندنا كمان المنتخب الصيني والسويسري. والحقيقه مصطلح التجنيس ده مش جديد، هو فكره قديمه لكن الفيفا بتحاول تنظمها بقوانين وشروط. فمثلا عندنا في كره القدم ما ينفعش اللاعب يكون لعب مع منتخب بلاده أكتر من 3 مباريات رسمية عشان الفيفا توافق على تغييره للمنتخب، تغييره في المنتخب. لكن في الاسكواش مثلا في تساؤل كتير جدا، الجمباز زي اللاعبة الرومانية ناديا كومانيتش اللي لعبت لمنتخب روسيا، والموزمبيقي أوزيبيو اللي مثل البرتغال. فخليني أقول إن أي حد مشي وقرر يلعب ويرفع علم بلد تانية هو الخسران في النهاية، يعني بيخسر كتير للأسف. يعني يمكن يكون بيخسر عدم تمثيل بلده، لكن الدوافع والأسباب كتير. يعني يمكن زي ما قلتي اللعيبة بيقبلوا يلعبوا لمنتخبات دول تانية علشان الجنسية أو مقابل مادي أكبر بالزبط. أو الشهرة، أو لأنه هيلعب في بطولات عالمية أكتر أو بسبب خلافات مع دولته، وده بيحصل كتير للأسف. يعني عايز أقول أنه في دول زي السويد يعني اتحادها الرياضي اتحول علشان يعملوا برنامج لتأسيس نجوم رياضيين من جنسيات تانية. مزبوط. وعلشان كده بنقول لازم نبص على خريطة الرياضة العالمية ماشية ازاي، التطورات اللي بتحصل لازم نركز معاها. وعشان معانا وكان معانا الأسبوع اللي فات كابتن سيد لاشين نجم الأهلي في تنس الطاولة واتكلم عن مزبوط. الموضوع ده، ان في أندية عربية بتشتري لاعبين محترفين من جنسيات تانية علشان يلعبوا باسمهم، ده مؤشر خطر جدا، وحاسه ان الموضوع بدا يخرج بره اطار الحياديه في الالعاب. يعني احنا عارفين انه اللاعب الشاطر والموهوب بيكون عامل زي الفريسه، صحيح كل العيون بتكون عليه. علشان كده لازم يبقى عندنا خطه واضحه، كوادر مهمه تقدر تغطي وتنافس في المنافسه دي. مش بقول ان احنا يا اميره نروح نجيب لعيبه من منتخبات تانية يلعبوا معانا، احنا مش قليلين طبعا، احنا عندنا نجوم كبار جدا واقوياء في كل الالعاب. يعني لو رحنا بعيد عن كره القدم احنا عندنا بصراحه لعيبه متصدرين في كل الرياضات، علشان كده العين عليهم دايما. فلازم خطتنا انه ازاي نحمي اللعيبه دي بالزبط. ازاي نحافظ عليهم من اي مغريات خارجيه عشان دول ثروه قوميه. بالظبط معاكي حق، بالظبط يا هند، لازم يتوفر للاعبين دي عشان ما نجيش نلوم حد، لازم نوفر للاعبين الرياضيين خطط اعداد احترافيه في مختلف الالعاب لمنافسه الابطال العالميين. واللاعب بقى عليه دور مهم، لازم يكون عنده انتماء ودوافع وطنيه في لعبه باسم بلده، صاحبة الفضل في أي حاجة وصل لها، يكون عنده شعور بالفخر والإنجاز اللي بيحققه بلقب ابن البلد. بس علشان ما نلومش على حد، عايزين نشوف مشاكلهم إيه ونحلها. يعني يمكن اللي انتي بتتكلمي فيه ده حاجة مهمة قوي، ألا وهو فضل البلد. وده بيخليني أروح لحتة تانية لما نيجي نتكلم عن البلد، وهي أنه في لاعبين كتير من المجنسين اتولدوا في دولة لكن اتربوا وعاشوا حياتهم في بلاد تانية وبدأ مشوارهم في البلد التانية دي، يمكن يكونوا ما شافوش بلدهم الأصلية، مش بيربطهم بيها غير اسم مكان الولادة، أو في غيرهم كمان ما بيبقاش اتولد في بلده، فده بيديهم الحق أن هم يختاروا البلد اللي يمثلوها، لأن الدولة اللي راعتهم أكيد ليها حق فيهم، تستفاد منهم من موهبتهم، هم تربوا هناك وأهلهم كمان وذكرياتهم وكل حاجة بتربطهم بعلم الدولة دي حتى لو المقابل المادي أقل. يعني عارفة حتى احنا عندنا نقول هي الأم اللي خلفت ولا الأم اللي ربت، فاهمة؟ بالضبط. فيمكن ده بيبقى واحد من الدوافع دي. بالضبط، لازم نحط في الاعتبار أسئلة مهمة قبل ما نحكم على أي لاعب، هو كان عنده الاختيار انه يقعد وما قعدش، كان شايف ان في فرصه لتفوقه الرياضي،
امكانيات دولته واهتمامها باللعبه كان على قدر على قد موهبته وتفوقه الرياضي؟ دي كلها اسئله محتاجين نفكر فيها كمسؤولين، يمكن لما نلاقي اجابه نقدر نحط ايدينا على المشكله ونحلها، لان الموضوع صعب الحكم عليه من بره. وبكده خلصت مناورتنا، خلونا نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم حلقتنا. بس هناخد دلوقتي معانا السوشيال ميديا دلوقتي، ناخد اجابات الناس على السوشيال ميديا. احنا كان عندنا سؤال على السوشيال ميديا، فخلونا ناخد اجابات الناس قبل الفاصل. سؤالنا كان انتوا مع التجنيس في الرياضه ولا لا؟ هنا في علي مين؟ عثمان بيقول انه التجنيس في الرياضه بالظبط بيظلم القاره اللي بينتمي ليها، وخاصه دولته زي مبابي كده كاميروني، لو كان بيلعب لمنتخب بلده كانت افريقيا هتكون في حته تانية. لما يكون صلاح وماني وزياش وحكيمي ورياض ومبابي، لا كانت هتكون منافسه كبيره قوي. عندنا راي تاني، عبد الرحمن صفي الدين بيقول في لعيبه مظلومه غير منضمه لمنتخب بلادها، ايه المشكله لما تتجنس وتلعب وتظهر وتاخد حقها؟ وهنا بتكلم عن جون ايبوكا، جون ايبوكا شايفه من احسن الهجمين المهاجمين. التجنيس يفقد طعم ولون وروح ورائحه اي انجاز يحقق. اوكي، عندنا اراء مختلفه اهي. عندنا راي تاني من السوشيال ميديا، خدم منتخبات وظلم منتخبات الاصليه، منتخباتنا الاصليه. ده كان اخر راي معانا، يعني يمكن اراء مختلفه، مختلفين، في ناس مع وفي ناس ضد، وفي النهايه زي ما قلنا الرياضيين هم ثروه قوميه لازم ان احنا نحافظ عليهم بالزبط. كل الدول بالظبط، ونشوف مشاكلهم ايه ونحلها. صح، مناورتنا خلصت، خلونا نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم حلقتنا، استنونا. ورجعنا لكم مره تانيه، ودلوقتي وصلنا معاكم لفقره الستات بتلعبها صح. الست اللي لعبتها صح معانا النهارده واحده من اهم لاعبات النادي الاهلي ومنتخب مصر لكره السله، قدرت في فتره قصيره جدا انها تسيطر على كل قلوب الاهلاويه وتفوز معانا باغلب البطولات. موهبه كبيره وعقليه فذه، متعوده على حب الفوز والانتصارات. جماهير الاهلي لقبوها بكليوباترا السله، بس زمايلها بيقولوا لها سوكا او كيري، تحسها مولوده جوه التتش. تعالوا نشوف مين هيكون ضيفتنا النهارده ونرجع تاني. زي ما شفنا مع بعض منورانا كابتن سوريا محمد، لاعبه النادي الاهلي ومنتخب مصر لكره السله، اهلا بيكي. وفي البدايه عايزه ابارك لك عن تجديدك مع النادي الاهلي. ميرسي، الله يبارك فيكي. جددتي مع الاهلي 4 مواسم، مفيش اي صعوبات كده وقفت في التجديد؟ ما كانش ليكي اي متطلبات ولا كنت مسلمه؟ لا بصي، بصراحه انا مبسوطه جدا ان انا جددت مع النادي الاهلي 4 سنين، وما كانش فيه بصراحه اي طلبات خالص، ولا كان الموضوع كان خلص بشكل ودي جدا. كان النادي كان عندهم رغبه في التجديد. أوكي. وانا كمان كان نفس الحاجه، احنا الاثنين كان عندنا رغبه للتجديد، فما لقيناش اي صعوبه بصراحه. قعدت مع كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي. كابتن خالد مسيطر بصراحه على كل التجديدات، كل اللعيبه كابتن خالد. كابتن خالد دي حقيقه، فهو بصراحة كان الموضوع كان خلص بشكل ودي جدا وسريع جدا، والموضوع كان ما كانش فيه أي صعوبات ولا من عندي ولا من إدارة النادي، فالموضوع خلص على طول يعني. ألف مبروك. عايزك تكلميني عن تتويج ببطولة أفريقيا وتأهل لكأس العالم 2023. البطولة آخر بطولة احنا لعبناها 3-3 أفريقيا كانت في مصر، دي مش أول بطولة ليا ألعبها مع المنتخب، دي تاني بطولة ودي تاني مرة أكسب البطولة دي الحمد لله. السنة اللي فاتت لعبتها سنة 2019 كسبناها الحمد لله وطلعنا كأس العالم، بس السنة اللي فاتت للأسف أنا كنت مصابة، كان عندي قطع في الرباط الصليبي، ولسه لسه راجعة الحمد لله السنة دي. الله يسلمك. فلسه راجعة الحمد لله السنة دي، كانت أول يعني تاني كانت أول مشاركة ليا مع المنتخب في الـ3-3 منتخبات، والحمد لله قدرنا إن احنا نكسبها،
وان شاء الله السنه الجايه نروح كاس العالم من غير اي حاجه يا رب ان شاء الله. كانت بطوله اكيد ما كانش سهله يعني، اكيد كانت فيها لحظات. دي حقيقه بطوله كانت صعبه فعلا، كان الفرق كلها عامله حسابها للماتشات، بس احنا يمكن كان عندنا حافز اكبر من الدول الثانيه لان البطوله كانت في مصر، فيمكن كان ضغط وفي نفس الوقت حافز ان البطوله في مصر نكسبها نروح كاس عالم دايركت على طول من غير اي تصفيات. فده فعلا اللي حصل، قدرنا ان احنا نكسب البطوله وسط جمهورنا، وكان في تشجيع كتير جدا من الجمهور المصري، فكانت حاجه حلوه قوي. عايزين نلعب ونكسب عشان نفرح فعلا الجمهور ده، وده فعلا اللي حصل، وقدرنا نكسب البطوله ونروح دايركت كواليفايد على طول لكاس العالم. الجمهور الجمهور كلمه السر في الرياضه. بالظبط. انا عايز اعرف منك بس ايه سبب اسم سوكا ده؟ انا كنت زمان قبل ما اجي النادي الاهلي انا كنت بلعب في نادي الصيد، فكان في مدرب هناك كان كل ما بيشوفني كان هو انت سوكا، هو ليه هو لا انت سوكا انت تعرفي يمكن كنت موهوبه وسط البنات اللي كانوا معايا في الفرقه، فما اعرفش ليه طلع الاسم ده، بس هو الاسم يعني زي نقول لزق معايا لحد ما جيت الاهلي. مشاركه منتخب مصر لكره السله كاس العالم، شايفه المنتخب هيقدر يعمل ايه وهيروح فين؟ والله انا شايفه ان المنتخب في كاس العالم يعني هو في الاول بيلعب بطوله افريقيا، لازم نطلع من اول توب فور عشان نقدر ان احنا نروح كاس العالم. حاسه ان المنتخب موجود، قادر ان هو بدنيا كويس يعني فيزيكال ومنتال كويس قوي ان هو يقدر ان هو يتاهل لكاس العالم. مش حاسه والله ان احنا ناقصنا حاجات كتير، يمكن بس لو معدل الاعمار بتاع الفرقه زاد اكتر، يعني احنا يمكن في مصر مش في الباسكت بس. البنت لما بتوصل سن معين لا خلاص انت كبرتي لازم تبطلي، على عكس كل اللعيبه في دول تانية الافارقه لما بيكبروا بتخلف وبترجع عادي، الحاجات دي موجوده عادي. الاحتراف يمكن في الدول الافريقيه اكتر من مصر، فيمكن دي الحاجات اللي بتحافظ على مستوى اللاعبات ان هم يفضلوا في توب فورم، يفضلوا مكملين دايما للمنتخب. احنا هنا عندنا هي منتاليتي يمكن في مصر ان البنت لو وصلت سن معين خلاص انت لازم تبطلي، لان كره السله ليها سن ايه؟ يعني مثلا لو حد كملت ل 32 سنه تبقى نجمه، يعني انها قدرت تكمل 32 بس بره مصر معدل الاعمار طبعا اكبر بكتير مننا. بيكملوا لحد 37. احنا كنا بنتكلم عن التجنيس يمكن قبل ما تدخلي يا سوريا، عايزه اعرف رايك بما انك واحده من الرياضيات الكبيره، فقولي لي رايك في موضوع التجنيس في الرياضه، هل انت معه ولا ضده وليه؟ انا يمكن سمعتكم قبل ما ادخل، سمعت قلتوا ان فعلا لما حد بيجنس فعلا هو بيخسر كتير، فعجبني فعلا الكلمه دي انه بيخسر ممكن مش قادره اقول بيخسر بلده وبيخسر بس ممكن يكون بيخسر انه قد ايه يعني انه هنا في مصر كان توب، فان هو يبقى يعني ده ممكن هو اللي بيخسره، ان انا كنت بلعب لبلدي دايما وبلعب، ممكن الناس تفهمها بطريقه تانية، الناس تحس انها لا ده دلوقتي ما بقاش بيلعب باسم مصر، فيحسوا ممكن الناس تبقى شايله من اللاعب ده انه راح اتجنس لدوله تانية. احنا بصي احنا فعلا يعني بنعرض الموضوع من ناحيتين، يعني احنا ما نفسناش ده يحصل، بس في نفس الوقت عايزين نحل مشاكل اللعيبه اللي حقيقة. بتضطر ان هي تروح علشان تحس بنفسها بره، يعني برضو يمكن سوريا بتتكلم انه لو لعيب كبير، طيب لو ممكن حد ناشئ وراح بقى في من هو صغير بلد تانية، بصي انت ما تقدريش تقولي انت معه ولا ضد لانه الموضوع ليه ظروف مختلفه ازاي. يعني كل حد بيكون ليه ظروفه، اللعيب بيبقى ليه ظروف واحنا كمتفرجين بيبقى لينا ظروف، محدش بيبقى عارف ظروف اللاعب. صح بالظبط كده. تعالي بقى نروح لنادي الاهلي وانتقالك ليه جه ازاي. انا في نادي الاهلي بقالي اهو دي خامس سنه ليا للنادي الاهلي، انا كنت بلعب في نادي الصيد من وانا عندي 8 سنين. كان في محاولات ان انا اجي النادي الاهلي من 2018، دي كانت اول سنه ليا للنادي الاهلي. كابتن ايهاب الالفي قبل كابتن طارق خيري وقبل كابتن علي هاشم اول مدرب اتمرنت معاه في النادي الاهلي، تواصل مع اداره النادي الاهلي قال لهم ان عايز اللعيبه اللي بتلعب في الصيد اسمها سوريا. الموضوع مشي ما بيني وبين نادي الصيد، قلت لهم انا عايزه العب للاهلي خلاص، انا يمكن بحقق دوليا وعالميا بحقق بطولات وجوائز فرديه، بس محليا بقى كنت عايزه اخد دوري، كنت عايزه اخد كاس، عايزه اعمل تاريخ ليا، فهو ومش هلاقي الحاجات دي غير في النادي الاهلي. فالنادي الاهلي بصراحه كانوا مرحبين بيا جدا، حتى اللعيبه نفسها البنات، احنا كنا اصحاب اصلا من المنتخب، فما لقيتش اي صعوبه ان انا اتقل من الصيد للاهلي. كابتن ايهاب تواصل مع اداره نادي الصيد، واداره نادي الصيد جت سالتني، قلت لهم لا خلاص انا فعلا عايزه النادي الاهلي اكيد من اي نقاش.
فبصراحة الموضوع مشي خلص على طول، بعت بطاقتي عشان العقد بتاعي، الموضوع خلص بسرعة جدا. وبصراحة الخطوة دي أنا يمكن ندمانة أني ما عملتهاش بدري. لا لا، ندمانة على إيه؟ أني يعني كان نفسي أجي الأهلي فعلا من بدري بصراحة. أنت عدد بطولاتك مع الأهلي قد إيه؟ يمكن السنة دي هو 15 بطولة في 5 سنين ما شاء الله. الحمد لله. إيه البطولة اللي تتمني تاخديها مع النادي الأهلي؟ البطولة يمكن نفسي اخد بطولة افريقيا اندية مع النادي الاهلي. أوكي. نفسي خلاص الحمد لله اخدت الدوري والكاس والسوبر والمنطقة، فاضل بس بطولة افريقيا اندية نفسي احققها مع النادي الاهلي تحقيقها. يعني ان شاء الله تحققيها وتبقي موجودة معانا هنا اول ما تحققيها. يا روعد ان شاء الله. ما تحققش لحد تيجي لي انا واميرة. طيب قولي لي الموسم ده بقى شايفة ازاي الموسم ده من بدايته لحد دلوقتي؟ بصراحة الموسم ده يمكن من أقوى المواسم اللي فيها لعب وفيها حاجات. لا الفرق كلها جامدة السنة دي كمان، خصوصا إن الاتحاد بقاله سنتين أو ثلاثة سامح بوجود محترفات في الفرقة، فالسنة دي الفرقة كلها جايبة محترفات أعلى مستوى. فرقة ممكن متتوقعيش إنها تكسب بتكسب عشان معها محترفة قوية قوي، ليفل يعني رهيب، وده فعلا اللي بيحصل السنة دي. البطولات كلها السنة دي جامدة. احنا السنة دي الحمد لله أنا رجعت من الإصابة، جبنا صفقتين على أعلى مستوى، هالة وميرال. الاثنين دول يمكن ما شاء الله كويسين جدا جدا، فأضافوا للفرقة، واللعيبة القديمة رجعت تاني، فحاسة إن الفرقة السنة دي لا مختلفة، والفرقة السنة دي عايزة تلعب إنها تاخد الخمس بطولات. يعني احنا ده كان من بطولة الجمهورية. بطولة لا دي المنطقة. دي كانت ايه؟ منطقة القاهرة. كلمينا عن البطولة دي. دي آخر بطولة احنا لعبناها، كانت لسه من يومين ثلاثة كسبنا البطولة الحمد لله. بطولة يعني طبعا كانت هي زي دورة مجمعة كده، بنلعب 5 ماتشات في ست فرق، بنلعب كل ماتش بتلعبيه بتعديه خلاص، يعني توصلي للفاينل لما تكسبي ال5 ماتشات. ده اللي حصل فعلا. بطولة كانت على أعلى مستوى، كان في فرق كويسة جدا جايبين محترفات على أعلى مستوى، واحنا كنا لسه راجعين من بطولة أفريقيا، فكنا يمكن كنا مجهدين، بس الحمد لله قدرنا ان احنا نكسب البطولة بفرق سكور كبير يعني عن يعني كل الفرق. هايل طبعا، مبروك. طب سرايا قولي لي ايه سر كلمة الفوز، وبتشوفي ازاي وجود طارق خيري كمدير فني الفريق؟ انا بشوف بصراحة ان وجود كابتن طارق خيري قبل ما هو يبقى يعني اسطورة للنادي الاهلي، وقبل ما هو يبقى ايكون كده الناس كلها بتبص عليه، كابتن طارق كمان مخلينا ان احنا نحب بعض، ومخلينا ان احنا كلنا ايد واحدة. دايما بصراحة بيقول لنا انا مش فارق عندي مين اللي يكسبني، انا هنزل 5 يكونوا في الملعب قلبهم على قلب بعض. أوكي. ده يمكن بصراحة هو كابتن طارق خيري في الموضوع ده يعني اب لينا قبل ما يبقى مدرب بصراحة. علاقتنا بيه بجد قريبة جدا جدا، بعد كل مكسب ممكن نروح ناكل مع بعض او نحتفل مع بعض. ده ما كناش متخيلين اسطورة زي كابتن طارق خيري يعمل معانا كده، فده يمكن يعني الحب ما بيننا هو بصراحة هو كلمة السر. والجمهور طبعا، والجمهور الاساسي. لقب كليوباترا السنة، كلميني عن اللقب ده من اول ما طلع عليكي ودلوقتي بقى بيمثل لك ايه كده؟ هو طلع لقب كليوباترا ده من الاتحاد الدولي، كان بطولة افريقيا 3-3 سنة 2019. هو من الصعب قوي ان الاتحاد الدولي للباسكت ينزل لحد بوست على السوشيال ميديا عامه، فانا بصراحه كنت اتخضيت ان الاتحاد الدولي مركز مع لاعيبه عربيه، فالموضوع بالنسبه لي كان انا فخوره جدا جدا يعني بنفسي، ان انا فرحانه مش مصدقه ان ينزل لي بوست. فهم ساعتها نزلوا بوست على السوشيال ميديا قالوا انا نيو كوين اوف ايجيبت كليوباترا، نيو كليوباترا. فحسيت بصراحه بالفخر، وبقت الناس كلها دلوقتي لما بشوف اي كومنت على اي حاجه اي صفحه من السوشيال ميديا بقت حاجه بتحسسني قد ايه انا فخوره بنفسي الحمد لله، وفخوره باللي انا وصلت له مع النادي او مع المنتخب. هي حاجة بصراحة يعني أنا لو مكانها مش هنام 3 أيام مثلا. أيوة. لقب حلو فعلا. لقب حلو ولقب كبير، يعني مش يعني إنك تشبهي بكليوباترا واحدة من أهم ملكات مصر. طيب مين مثلك الأعلى محليا ودوليا؟ ممكن مثلي الأعلى دوليا هو ده يعني يمكن ستيفن كوري، هو كوبي براينت. بالنسبه لي دول لاعبين هم انا بتمتع وانا بشوفهم بيلعبوا، بحسهم حريفه بيستخدموا مخهم اكتر ما بيستخدموا يعني عضلاتهم او جسمهم. هنطلع نشوف فيديو، اتفرجي معانا دلوقتي، نطلع نشوف فيديو ونرجع تاني. ماشي.
هنانه يا هنانه ساعدنا سرايا محمد عندنا. ده حقيقي يعني احساسك كان ايه؟ احساسك كان ايه كده والناس عماله تقول؟ بصراحه الموضوع مختلف تماما تماما لما جمهور زي جمهور النادي الاهلي يعني بيبقى الهتاف باسمي. بصراحه الموضوع مختلف تماما. كنت انا دايما بحب اتفرج على الجمهور لما بييجوا يهتفوا لحد، بحس انه هو حاسس بايه اللعيب ده لما جمهور النادي الاهلي. ودايما كان بيبقى في الكوره قوي. صح، ده حقيقه. كانوا لعيبه باسكت بنت وبتلعب باسكت، يعني مش ولد وبيلعب باسكت، بيبقى يمكن الجمهور بيبقى موجود اكتر في ماتشات الرجال. بس ان بنت وبتلعب باسكت والجمهور عارفني وبينادي عليا، بصراحه حاجه كانت يعني مش قادره اتخيلها. ايه اللي ممكن يوصل اللاعب انه يوصل لقلب الجمهور كده ويحبه قوي كده؟ بصراحه انا بشوف ان هي قبول، يعني ممكن يعني الجمهور دايما شايف ان اللعيبه ممكن تبقى حريفه برضو، بتعمل حاجه حريفه، فهو الجمهور بيحب الحاجات دي، بيحب اللقطات دي. وبلس كمان اني انا مع الجمهور علاقتي بيهم كويسه جدا. حتى لما حد بيبعت لي حاجه على قد ما اقدر اللي بشوفه على السوشيال ميديا بقدر ان انا ارد عليه. تتواصلي وتردي. فبصراحه يمكن هم بيشوفوا اني لو حتى ممكن اكون متواضعه شويه، فهم بالنسبه لهم دي يعني حاجه دي بجد حاجه حلوه يعني. طبعا دي حقيقه داون تو ايرث يعني ان هي بالظبط. طب احنا ايه ده انت دهنا دي الصوره دي وانت مصابه حبيبتي؟ ده انت عملتي العمليه صح؟ عملتها الحمد لله. كانت صعبه قوي. صعبه جدا. احكي لي بقى عن الصور اللي احنا شايفينها دي. يعني قضيتي فترة الإصابة دي ازاي؟ بصراحة هي الإصابة قطع في الرباط الصليبي دي يعني رخمة. يمكن بصراحة إصابة رخمة جدا، يمكن هي أوحش إصابة تيجي لأي لاعب يعني. صح. مفيش إصابة أوحش من كده. أنا لما اتصبت في ماتش فاينل وقعت في الماتش، كان بالنسبه لي الموضوع كان صعب قوي. انا ركبتي لفت وانا مش عارفه ايه اللي في ركبتي. اول ما وقعت قعدت اقول انا جالي رباط صليبي. انا اصلا ما اعرفش ايه الرباط الصليبي ده، بس انا حسيت ان انا ركبتي مش في مكانها، لفت مينيمم 3 مرات. أوف. وانا مش عارفه امسكها، عايزه امسك ركبتي. انتي في الصوره اللي فاتت ده معلش رجعوا لنا الصوره اللي فاتت. الصوره اللي فاتت دي كانت في دي لما انا ده جوزك؟ ده جوزي ساعتها، كان خطيبي. بس هو دلوقتي احنا اتجوزنا، وهو هو اللي لابس شميز، وده جوزي برضو. كان الموضوع كان صعب قوي على عليا وعلى الناس كلها بصراحه اللي حواليا، على اهلي وعلى جوزي وعلى يعني كل اختاري الناس. حد من اللي كانوا موجودين حواليكي وقتها ووجهي له كلمه. هو اهلي وجوزي يعني. انا يعني هحكي موقفين. جوزي بصراحه ما سابنيش من ساعه ما انا وقعت لحد لما رجعت الحمد لله. كان معايا دايما في كل حاجه، كان موجود بيطمن عليا دايما اني لازم ارجع كويسه تاني. وكمان اصابه الرباط الصليبي دي برضو نفسيا بيبقى الموضوع محتاج نفسي اكتر من محتاج ان هو يبقى ان انا فيزيكلي كويسه. لا، هو منتلي لازم ان انا اكون كويسه، وده اللي كان هو جوزي بيعمله دايما. انك تبقي دايما خلاص انسي، ما تخافيش ان انت تقعي تاني، خشي في كل كوره ما تخافيش. صحيح. مامتي بقى يعني مامتي ما كانتش موجوده في الماتش ده بصراحه، جت اسرع من الاسعاف يعني. احنا طلبنا الاسعاف، مامتي جت اسرع منها، وانا ساكنه بعيد عن الاستاد. فمامتي جت على طول، ما قدرتش تشوفني. فلو اوجه حاجه ممكن اوجه لاهلي وجوزي، اقول لهم يعني شكرا على السنه اللي انا تعبتكم فيها. ويعني سنه كانت سنه يعني 10 شهور، فقريب من سنه طبعا. فبس انا اوعدهم ان انا هيبقى ورث السنه دي ان انا ارجع الحمد لله يعني كويسه، واحقق لكم الالقاب كلها السنه دي. الحمد لله على سلامتك. اهم حاجه من اي حاجه واهم من اي لقب سلامتك. ده اهم حاجه. سوريا احنا لسه مكملين مع كليوباترا السله المصريه، لكن هنطلع فاصل سريع وهنرجع لحضراتكم. ورجعنا لكم مره تانية ولسه مكملين حلقتنا، ومعانا ومنورانا كليوباترا السله سوريا محمد. جاهزه نروح لعبه الحريفه؟ يلا بينا. نسالك اسئله صعبه شويه بس عايزينك تجاوبي بسرعه. اوكي على طول. ماشي. اول سؤال معانا، ممكن تمشي من الاهلي؟ لا عمري. مش اسرع من كده. عمري. طيب تاني سؤال، اصعب مواجهه لك؟ اصعب مواجهه ليا في فاينل البطوله العربيه 2018 مع النادي الاهلي. اوكي. اكتر بطوله خفتي فيها؟ اكتر بطوله خفت فيها برضه فاينل البطوله العربيه 2018. نفس البطوله. نفس البطوله. ليه كانت البطوله دي كانت قدام مين؟ كانت لبنان. كنا بنلعب لبنان في الفاينل، وانا كنت مصابه ونزلت وانا مصابه، بس دي يعني كانت اصابه خفيفه مقارنه طبعا بالرباط الصليبي. اوكي. فكان الموضوع صعب، كنت عايزه انزل والجهاز الطبي بيقول لي لا، وانا لازم انزل، بس ما عرفتش انزل. فدي كانت اكتر، كنت خايفه على فرقتي، خايفه ان هم يخسروا. بس فهمك. اوكي. هل زي الحجاب بيأيد ولا لا؟ بيأيد خالص يعني. انا بحس ان الحجاب ده مش بيأيد يعني،
مش بيقيد اللعيبه لو احنا قصدنا يعني لا خالص، احنا بحس ان لما بنت تكون محجبه وبتلعب ده يمكن حاجه بتخليها هي يونيك، يعني لما ببقى انا وسط حتى الفرقه وبيقولوا امسكوا البنت رقم 8 المحجبه. بصي انا بشوف يعني ربنا يكرمنا كلنا بيه، انا بشوف كل اي محجبه هي يونيك، صح فيها حته كده مختلفه. صح حقيقة. طيب زي كل البنات بتهتمي بالميك اب والموضه وكده ولا ما عندكيش وقت؟ بهتم ساعات بس يعني طبعا هو سوشيال لايف بالنسبه لاي حد رياضي بتتلغي طبعا. سوريا انت طالعه الهوا من غير ميك اب؟ لا شفتي يعني خفيف قوي 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 يعني ولا حاجه ولا حاجه. لا مفيش حاجه. لا يعني بهتم بس بصراحه بهتم بحياتي الرياضيه اكتر. حلو اهم. برافو عليك برافو عليك. طيب بتدخلي المطبخ ولا لا؟ وايه الاكله المفضله ليك؟ بدخل المطبخ، بقيت بدخل المطبخ لما اتجوزت. لما اتجوزت بس قبلها ما كنتش بدخل. ايه الاكله المفضله بالنسبه لي؟ الورق عنب طبعا. بتعرفي تعمليه؟ وانا كمان. لا طبعا ولا ما كنتش في المطبخ خالص. لا اوكي. اميره شاطره، اميره بتطبخ حلو قوي. ايه الشبه اللي ما بينك وما بين النجم المصري العالمي رامي مالك؟ كذا حد بيشوفه بيكتب لي بتضايقك التعليقات دي؟ خالص، رامي مالك حلو يعني انا مش بتضايق. هو راجل امور يا جماعه عادي مفيش مشكله. لو انا شبهه اوكي، بس على بنت فيرجن البنت عادي. لا مش بيضايقني خالص يعني. طيب امتى ممكن تفكري في اعتزال السله؟ بصراحة أنا مش بفكر خالص دلوقتي في الاعتزال، ممكن حتى لو خلفت عايزة أرجع تاني بعدها الباسكت، بس حاليا لا خالص، الموضوع مش في دماغي، وخصوصا إن أنا مجددة 4 سنين مع الأهلي، فمش في دماغي خالص اعتزال دلوقتي. أوكي. أكتر اسم بتحبي؟ كيري، كليوباترا، سوكا؟ كليوباترا. كليوباترا. أحلى لحظة في حياتك داخل الملعب؟ أحلى لحظة في حياتي داخل الملعب كانت لما رجعت من إصابة الرباط الصليبي، كانت السنة دي في دوري مرتبط أول بطولة ناخدها، لما أخدت جائزة هدافة الرمية الثلاثية بعد رجوع سنة من إصابة الرباط الصليبي. هايل. وأعتقد كمان لما الجمهور كان بينادي اسمك. دي كمان دي نفس الماتش يعني. في نفس الماتش لما الجمهور طبعا ينادي عليا، دي أكتر لحظة أنا فخورة بيها. مين نجومك المفضلين في السينما وهل ممكن نشوفك في التمثيل؟ يعني نجومي المفضلين في السينما ممكن احمد حلمي واحمد عز، وتشوفوني في السينما حاسه اني يعني خليني في الباسكت، حاجه بعرف اعملها. اخر سؤال، شجعتي كام فرقه في كاس العالم؟ شجعت ارجنتين وكسبت. دي عكسي خالص. انت فرنسا؟ لا انا فرنسا طبعا في النهائي، بس انا طول كاس العالم كل الفرق اللي شجعتها كانت بتخسر اول ما بشجعها. يعني يعرفوا انك هتشجع. يعرفوا بس ان هند شجعتنا النهارده ان نخرج من كاس العالم. انا بحب ميسي جدا. طيب حلو قوي. بما انك كنت بقى شغاله في بنك، احنا كده خلصنا اسئله صعبه، هنسالك اسئله ليها علاقه بالبنك. اوكي. شوف بقى هتجاوبي عليها صح ولا لا. اول سؤال، قولي لنا هل في موقف اضطريتي تتعاملي فيه مع عميل متعصب ومتنرفز؟ ولو حصل الموقف ده قولي لي اتصرفتي ازاي؟ اكيد اتعاملت مع كذا عميل كان بيتعصب وبيتنرفز لما حد مثلا يجي يقول هو مفيش غير الكاونتر ده بس اللي شغال. على فكره اللي كلنا احنا بنعمل كده. انا اللي بعملها لما بروح بنك او اي حته والله. بعملها. سوبر ماركت، هو مفيش غير الكاونتر ده اللي شغال؟ يعني مثلا بنبقى احنا بقى كموظفين اللي مثلا لما حد بيروح ياكل، حد بيصلي في بريك، اي حاجه، فالعميل بقى بيتعصب. هو انا اخد الدور اللي انا عايزه براحتي وانا اجي اقف؟ طب انا لسه ما ندهتش الرقم. لا انا هاجي اقف وهاجي اعمل اللي انا عايزه ومش عارف ايه. فندخل لا طب انا بقى مش هاخد العميل ده. لا وانا هتعملي لي الايداع ولا السحب كده بقى؟ بنقعد بقى طب انا هشتكيكي للمدير. اوكي انزل السلالم وادخل يمين هتلاقي المدير كده بالظبط. في هدوء. تعمل اللي انت عايز تعمله. مع ان انا يعني لو انا بقى العميل وحصل معايا كده هقعد بقى ده ايه الموظف ده، ده بارد، ده مستفز. بس يعني لما بتيجي انا بقى بتحطي نفسك في مكانه. لا انا عادي بحلله لنفسي، مفيش مشكله. الناس بتشوف اللي شغالين في البنك معاهم فلوس كتير قوي. انا كمان كنت فاكره كده قبل ما اشتغل في البنك ان اللي بيشتغلوا في البنوك دول اغنياء بقى ومعاهم فلوس كتير وبيقبضوا بقى بالدولار بس لا مفيش الكلام ده خالص. عايزه اقول لكل الناس لا، الموضوع ملوش علاقه ان اللي بيشتغل ببنك لازم معاه فلوس، لا خالص. ولا اللي بيشتغل في التلفزيون برضه. طيب عايز اسالك على حاجه، بتحسبي بالكالكوليتر او الاله الحاسبه ولا في دماغك الارقام؟ الحاجات السهله اللي متعوده عليها دايما بحسبها في دماغي، لكن لو حاجه بقى 800 ملتبلاي 965 لا دي على الكالكوليتر طبعا. يعني ما احرجش نفسي بصراحه. بلاش. تفتكري ايه اكبر غلطه عملتيها وانت شغاله في البنك؟
اكبر غلطه عملتها وانا يعني الحمد لله لحد ما انا كنت شغاله في البنك الحمد لله ما فيش غلطات يعني والله. ما دخلتيش فلوس غلط، سحبتي فلوس غلط يعني بتتلاقي اخر تدخل فلوس غلط ماشي، تسحب فلوس غلط دي مصيبه يعني لما تقولك بتتلاقي اخر اليوم بتتلاقي اخر اليوم خلاص بتعدي يعني مش هفضح نفسي جد وكده. اخر سؤال، ايه اصعب، التعامل مع العملاء في البنك ولا اللعيبه في الملعب؟ لا التعامل مع العملاء في البنك، لان التعامل مع اللعيبه دي كل واحده فينا احنا بنحب بعض ولينا كريدت، كل واحده ليها كريدت عند الثانيه فبتعدلها اي حاجه او يمكن بتطلع لها اي مبرر انه اكيد مش قصدها. لكن لو عميل انا ما اعرفوش ولا هو يعرفني، لا تعالى بقى يلا نتخانق، تعالي بقى تعالي يلا انزلي بقى بالظبط. تعالي بقى انت معانا دلوقتي، تعالي هنروح لاخر لعبه معانا اسمها حد يهمك. هنعرض قدامك صور لشخصيات مرت عليكي في مشوارك وتعلقي لنا عليها. اول صوره معانا، الكابتن محمود الخطيب. طبعا قدوه لاي حد، قدوه لاي رياضي واي يعني اي حد نفسه ان هو يوصل لاي حاجه كويسه في الرياضه لازم يبص طبعا لكابتن محمود الخطيب. قدوة. طبعا تاني صوره، اول ما تطلع هقول لك مين، انا عارفه بس مش هقول لك دلوقتي. كابتن طارق خيري. كابتن طارق خيري اب لكل واحده في الفرقه بصراحه، اب قبل ما يبقى مدرب، ويعني بس هو اب لكل واحده، هو ده اللي عامل النجاح فعلا. صح دي حقيقه. تالت صوره معانا، كابتن ايهاب الالفي. السبب في ان انا اجي النادي الاهلي يعني السبب الحمد لله في الحمد لله كل حاجه انا وصلت لها دلوقتي كابتن ايهاب الالفي، وطبعا اب ليا قبل ما يبقى مدير فني. الصوره الجايه لكابتن مجدي ابو فريخة، رئيس اتحاد الباسكت، طبعا من انجح الشخصيات اللي انا شفتها في حياتي، ودايما بيبقى حاطط يعني مصلحه اللعبه ومصلحه الناس قبل مصلحته هو، وده فعلا اللي مخلي اتحاد الباسكت ناجح. اوكي الصوره الجايه تا 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 تا. جوزك الكابتن هيثم عصام. هو دلوقتي بصراحه عايزه اقول له يعني ممكن اكون بدل ما اوصفه بكلمه انا عايزه اقول له شكرا على كل حاجه، على وجوده دايما، شكرا على ان هو بيكون موجود من غير ما نطلب منه. الزوج زودي له كلمتين زياده. زودي له يعني بصراحه هو موجود من غير ما نطلب منه ان هو يكون موجود، وده يمكن اللي مقرب علاقتنا لبعض، وان هو كمان بيلعب باسكت فمتفهم ان لعيبه وشاطره وقد ايه يعني حاسس ان هو فخور بيا، ده بالنسبه لي كل حاجه. يا حبيبتي انا فخوره بيكم انتوا الاثنين والله. اللحظه دي احنا ادي من الفرح صح؟ في الفرح. اللحظه دي احكي لي عنها. يعني لا بصراحه الفرح يمكن انا مش هو مش شخصيات كمان اللي هو ملوش بقى في الافراح والحاجات دي، فاجئني في الفرح يعني فاجئني في الفوتو سيشن لما هو اللي بيبقى عايز يتصور وهو اللي بيبقى عايز صورنا مع بعض تبقى حلوه، وبيبص في صور الفوتوغرافر صور حلوه ولا لا. انا اتفاجئت، انا بعد الفرح بقول له انت كنت واحد تاني، قولي له ده كانه كان فرحك يعني مش معقول يعني اللي انت بتعمله في السلو دانس وفي الحاجات دي كلها كان مفاجئني بصراحه. كان فرح كان حلو، وكان عارفه لما يبقى فرح دافي وحلو بالناس اللي فيه، هو فعلا كان كده بالنسبه لي يعني الفرح كان حلو علشان هو موجود فيه. حبيبتي انا انت عارفه انا بعيط بس الحاجات دي ممكن تخليني اعيط حالا. طيب الصوره اللي معانا ميرال اشرف. ميرال اشرف اختي قبل ما تبقى صاحبتي ومعايا في الفرقه، ونادين سلعاوي اختي وواحده، هما الاثنين بصراحه لعيبه يعني من احسن لاعبات في مصر، ووجودهم معايا في الفرقه هما الاثنين احنا الثلاثه بنكمل بعض، كل واحده فينا فيها حاجه بتكمل. هو انتوا ازاي شبه بعض اصلا كده؟ هما كمان لا نادين وميرال شبه بعض قوي دي حقيقه، كانهم توينز مش كده. بس بصراحه ميرال يمكن من اقرب الناس في حياتي، مش في الباسكت بس، علاقتنا ببعض ملهاش علاقه بالباسكت، هي اختي قبل ما تبقى لعيبه معايا في الفرقه، ومن اقرب الناس ليا بصراحه، وانا بتمنى لها كل الخير وكل النجاح عشان هي فعلا تستاهل. اكيد. واحنا كمان الصوره الجايه اجاستي. أجاستي يمكن من أنجح المدربين اللي جم مصر، هو مدرب الدرجة أولى رجال، كسب مع كل الفرق اللي مسكها قبل كده، وكسب السنة دي برضو والسنة اللي فاتت مع النادي الأهلي، كسب الخمس بطولات. بصراحة بحسه هادي ومدرب جامد يعني تقيل. مدرب تقيل في التقيل ككوتش وكمدير فني يعني بيقف ممكن ياخد تايم أوت مثلا في الماتش ينزل اللعيبه تجيب باسكت، هو الكلام اللي بيتقال بصراحه ستريكت جدا في كلامه، اللي بيتقال بينزل يتنفس، فدي حاجه عجباني.
برافو. الصورة اللي معانا الجاية إيهاب أمين. من أحسن اللاعبين في مصر، إيهاب أمين من أحرف اللاعبين في مصر، ويعني ممتع طبعاً. يمكن هي دي الكلمة اللي ممكن أقوله، فعلا لعيب ممتع إنك تتفرجي عليه. الصورة اللي بعدها دينا عمر كابتان النادي الأهلي، هي اللي مخلية فيه روح للفرقة، هي اللي عاملة جو للفرقة. يعني لما 12 أو 14 لعيبة يجمعوا على حب واحدة في الفرقة، دي حاجة مش سهلة. احنا ال 14 لعيبة فعلا بنحبها، يعني هي واصلة، هي فعلا داخلة قلوبنا بكل سهولة من غير ما تعمل حاجة. بالظبط. الصورة اللي جاية عمرو زهران. بصراحة عمرو زهران لاعب ثبت نفسه انه برغم صغر سنه الا انه، لا بصراحة يعني عمرو زهران واحد من اللعيبة ان هي تستحق انها تفضل في الملعب، تستحق ان هو دايما فايتر، بيعمل جود ديفنس، بينزف، بيموت نفسه على كل كورة. ف يعني حد لما بيتعب قوي لازم ربنا يديله، فعمرو زهران فعلا هو اللعيب المجتهد اللي ربنا بيديله في الملعب. سرايا احنا فقرتنا خلصت، لكن قبل ما اختم معاكي عايزاكي توجهي رساله لفخر العرب كابتن محمد صلاح. عايزه اقول انا نفسي بصراحه ان انا اقابل محمد صلاح، حاجه بصراحه يعني بشوف حتى كل الصور والبوستات ليه على السوشيال ميديا كلها، بحس انه بجد متواضع، بجد بيرد على كل الناس، بحس ان هو مهما وصل للتارجت او مهما وصل للتوب ليفل، لا هو ستيل لسه عنده تارجت تاني لسه عايز يعمله. هو حتى مره انا شفته في انترفيو بيقول ما تحسش دايما انك وصلت للتارجت، كل ما تحس ان انت وصلت له اعمل تارجت تاني ووصل له. صحيح. فده يمكن اللي بيخليه دايما ناجح، وده اللي بيخليه دايما موجود وسط لعيبه عالميين بقى يمكن هو اولهم. فانا بصراحه نفسي ان اللعيبه هنا في مصر كلها تاخده كقدوه او كمثل اعلى وتمشي على نفس السيكونس بتاعه. اللعيبه كلها في مصر بجد هيبقى ليها كارير تاني، وهيبقى ليها باث تاني غير اللي هي فيه دلوقتي. ولما كان سايب كاس العالم وبيتفرج على ابطال صح على ماتش الاهلي والزمالك في الفولي، بصراحه يعني سايب ماتشات مهمه وبيتفرج على ماتش مهم برضه في الفولي ونزل ستوري، فدي حاجه دعم. اللي هو انت معانا هنا شايف اللي احنا بنعمله، فبصراحه حاجه يعني قمه في الفخر بصراحه. سرايا انت نورتينا وبتمنى لك كل التوفيق. الحمد لله على سلامتك اهم من اي حاجه، وان شاء الله تبقي موجوده معانا وانت محققه كل اللي نفسك فيه. ان شاء الله شرفتينا. للاسف خلصت فقرتنا نورتنا كابتن سرايا، اللي بنتمنى لها طبعا كل النجاح في حياتها ومشوارها المهني. قبل ما نطلع فاصل، يمكن عايزاكي كمان قبل ما نختم ونطلع فاصل تقولي رساله لجمهور النادي ده. عايزه طبعا جمهور النادي الاهلي ده يعني احلى جمهور انا شفته في حياتي، وجمهور النادي الاهلي ده رقم واحد في كل البطولات لاي فرقه لاي لعبه. عايزه اقول للجمهور شكرا على تشجيعكم لينا الفتره اللي فاتت، وبنوعدكم ان شاء الله بكل البطولات اللي جايه تبقى ان شاء الله في النادي الاهلي. وعلى يعني وعلى وجه الاخص معايا انا عايزه اشكر جمهور النادي الاهلي انه دايما ما سابنيش فتره اصابتي، في فتره رجوعي للملعب، في فتره قبل ما اتصاب، صراحه دايما الجمهور كان معايا. وعايزه اقول لهم زي ما انتوا قلتوا لي يا هنانه يا سعدنا، انا هفضل دايما ان شاء الله عند حسن ظني ليكم، ودايما هتبقى يعني كل البطولات اللي جايه اهلاويه، وده بوعد الجمهور، وعايزه الجمهور يفضل معانا ان شاء الله في الوقت اللي جاي ده كله، عشان ان شاء الله كل اللي جاي اهلاوي. يلا بما اني واحده من الجمهور بوعدك ان احنا عايزين باذن الله. هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم حلقتنا. وصلنا معاكم دلوقتي لاخر فقرات حلقتنا النهارده، واللي خصصناها دايما علشان تكون استشاره طبيه. استشارتنا الطبيه النهارده ليها علاقه بعالم الصحه والرشاقه، واللي كتير من مشاهدينا بيستنوها علشان يتعلموا من خلالها ازاي يحافظوا على صحتهم ورشاقتهم. هنتكلم عن الناس اللي بيحبوا النشويات والسكريات، واللي بالنسبه لهم بتكون زي الادمان، مش عارفين يسيطروا على نفسهم من كتر حبهم ليها. وعلشان كده منورني في الاستوديو النهارده الدكتوره مي عبد اللطيف، اخصائيه التغذيه العلاجيه وعلاج السمنه من الفريق الطبي لشركه اون تارجت فارما، واللي هتعرفنا ازاي نعالج مشكله ادمان النشويات والسكريات. اهلا بيك يا دكتور، منورانا. ميرسي، ده نورك. خلينا نبتدي في الاول عن ادمان النشويات والسكريات والجزء ده. خلينا الاول نعرف احنا ليه دايما مثلا لما بنيجي نعمل نظام غذائي او نيجي نبدا بقى نظبط اللايف ستايل بتاعنا وعايزين ناكل بقى اكل هيلثي، ليه دايما بنقول ننصح ان احنا نقلل النشويات وعلى قد ما نقدر نمنع السكر الابيض ونقلل كمان الحلويات. ايه ضررها على الجسم او ليه بنقول كده؟ النشويات لو انا اكلتها بكميه كتيره، اول حاجه بتدخل الجسم
بترفع السكر في الدم، وعشان طبعا جسمي لما يلاقي كميه السكر او نسبه السكر في الدم عاليه لازم يتصرف. فعندي البنكرياس هيطلع عندي هرمون اسمه الانسولين. الانسولين ده ايه وظيفته في جسمي؟ كل وظيفته ان هو بيطلع عشان يقلل نسبه السكر في الدم. فطول ما انا بقى عماله اكل في نشويات وحلويات وكل الحاجات دي نسبه السكر هتعلى طبعا. بالتالي هيطلع انسولين كتير عشان ياخد السكر ده ويدخله جوه الخلايا عشان يدي جسمي الطاقه اللي انا محتاجاها. طب لو انا بقى زودت بقى في الكميه على مدار اليوم وعلى مدار الايام والاسابيع، ايه اللي هيحصل في جسمي؟ ساعتها هيجي على وقت على الانسولين مش لاقي مكان، الخلايا خلاص كلها اتقفلت، هيبدا يخزن السكر ده على شكل دهون في الخلايا الدهنيه. مع برضو لو انا استمريت في نفس الدايره نشويات حلويات، ايه اللي هيحصل؟ هلاقي الخلايا بتاعتي اتقفلت، الخلايا الدهنيه كمان اتقفلت. طب ساعتها السكر الكتير بقى اللي في الدم ده هيحصل ايه؟ هيفضل عالي جدا في الدم، وكمان الانسولين ساعتها هيبقى عالي، فالاتنين كده عاليين. طول ما انا السكر عالي والانسولين عالي في جسمي، ساعتها جسمي هيبقى اكبر عرضه ان من اقل اكله او من اقل معلقه يخزن دهون بسرعه جدا. فده احنا عشان كده بنقول ان احنا عايزين نقلل نسبه النشويات، عشان لما تدخل الجسم يلاقي يعني يبقى مرتاح، ما عملش ضغط على الانسولين ان هو بقى يبدا يخزن او ياخد السكر ويخزنه في الخلايا بالزبط. عشان نبدا ما نحملش على الجسم، لان انا كده بزود السكر، بزود نسبه تخزين الدهون، فبعمل اضرار كتير. هدخل كده ممكن في مقاومه انسولين، ممكن ادخل حاجه اسمها بري دايابيتك اللي هي المرحله قبل السكر بالزبط. تكيسات مبايض، هلاقي بقى مشاكل كتير، غير طبعا اهم حاجه السمنه، هتادي عندي السمنه مفرطه كمان. دكتور، الناس اللي عندها اوريدي ادمان للنشويات والسكريات، الناس دي تعمل ايه؟ تتصرف ازاي؟ ساعتها في ناس ما بتقدرش، يعني احنا دي تعتبر مشكلتنا احنا معظمنا، ان احنا بنبقى بنحب الباستا، المعجنات، الحاجات دي. ساعتها احنا هنعمل ايه؟ عندنا في شركه اون تارجت فارما في حاجات كتير قوي نقدر بنساعد الحالات المتخصصه اللي هي بتبقى بساعات بتوصل لحاله ادمان النشويات، ان هو مش قادر يبطل النشويات ولا قادر يبطل الحلويات. ساعتها هنعمل ايه؟ عندنا في كورس الانستيليوم ده عباره عن الياف طبيعيه، هي بتنزل المعده، بتنفش، بتعمل بالكينج، بتديني اعلى امتلاء في المعده عشان احس بالشبع. فبالتالي انا اهم حاجه ان انا اتحكم في الكميه، طول ما انا باكل كل اللي انا عايزاه بطريقه صحيه بس بكميه قليله، ده هيساعدني ان انا يعني اساعد جسمي واعوده ان انا ما حرمتوش من حاجه، وفي نفس الوقت هخس. فدي كانت فكره الياف الانسيليم، ان هي تديني اعلى امتلاء، سيطرت على مشكله الجوع والشراهه. كمان في عندنا كبسولات، الكبسولات دي كلها حاجات طبيعيه، اهم حاجه فيها ماده اسمها جارسينيا كامبوجيا، الماده دي بتقلل الشراهه بتاعه الحلويات النشويات. فانا لما اخدها هلاقي غصب عني ان انا خلاص حاسه ان انا شبعانه، مش عايزه اكل مثلا الطبق الكبير المليان، لا اخدت معلقه معلقتين ثلاثه، انا خلاص انا شبعانه، فاكلت حاجه انا بحبها بكميه قليله فيها برده حاجات بتساعد على الحرق، لان طبعا النشويات بتبقى اكتر حاجه بتخلينا ان احنا نزيد بسرعه. ففيها كلها حاجات اعشاب برده بتزود نسبه الحرق في الجسم، بتزود ان انا مثلا ما تخليش ان جسمي يخزن دهون من الاكله الجديده اللي انا هاخدها. هتساعد ان هي تبدا تحرق من الدهون الداخليه. فدي الحاجات الكورس اللي احنا لازم ان احنا نحطه للناس اللي هي بتعاني من المشكله دي. غير برده ان في سكر سيسل، ده سكر دايت للناس بقى اللي بتحب الحلويات، الكيكس، الكوكيز، الحاجات دي. كنت لسه اسالك، في مش كل الناس بتقدر ان هي تعيش من غير سكر او تعيش من غير طعم السكر، يعني دول يعملوا ايه؟ ما احنا عندنا بقى سكر السيسل ده هو احسن حاجه فيه ان هو طبعا نفس طعم السكر الابيض، لان في ناس كتير حالات جات لنا قال لنا يا دكتور انا مثلا بحب السكر الابيض، ما تدينيش مثلا بدايل عسل او اي حاجه تانية، هم عايزين الطعم ده. صح. فسكر السيسل ده نفس طعم السكر الابيض، بس طبعا مش بنفس الاضرار خالص، بالعكس ده هو امن جدا، بيقلل ما بيرفعش نسبه السكر في الدم، فاللي عنده مثلا سكر يقدر ياخد. هو ده بيبقى ايه؟ بيبقى سكر فاكهه؟ يعني بيبقى عباره عن ماده مصنعه اسمها سكرلوز، الماده دي نفس طعم السكر الابيض بس بيبقى طعمها حلو، يعني مش اللي هو المسكر اللاذع او ان هي تغير طعم المشروبات او الحاجات دي. والماده دي اصلا واخده يعني مصرحه من هيئه سلامه الدواء والغذاء، فما فيهاش اي مشكله وملهاش سعرات حراريه. هو بيبقى عباره عن اكياس، الكيس بيعادل معلقتين من السكر الابيض في طعمها.
مش في قيمتها الغذائيه. لا لا، ففي ناس بقى في الكميه يعني، ففي ناس مثلا يعني الكيس ممكن لو انت مش بتحبي الحاجه مسكره قوي تستخدميه على مرتين او ثلاثه كمان. ما بيعليش الصعوبه يعني، كانك ما خدتيش سكر اصلا، يعني ما فيش سكر دخل جسمك، لان السكر هو برده اللي بيعلي اللي هو السعرات الحراريه. فانت شربتيه انت ما دخلتيش سعرات زياده، كمان ما بيتفاعلش مع درجه الحراره، ما بيتاكسدش، يعني ممكن تحطيه في الحاجات السخنه، في الكيكس، ممكن يدخل الفرن. تعملي الكيك ده يا اميره، انت يا روحي ملكه الكيك. ده لا بجد لازم تجربيه، حلو جدا. بس هيفضل برده دكتور الناس بتخاف من بدائل السكر، ودايما في كلام انه بيجيب امراض، ويعني الناس دايما بتخاف من، ما هي احنا لازم اهم حاجه نبقى مطمنين من المصدر، نبقى عارفين ايه المواد اللي موجوده فيه. فزي ما قلت لحضرتك، ماده السكرولوز دي ماده اصلا واخده يعني الموافقه من هيئه سلامه الدواء والغذاء ان احنا نصنع السكر. أوكي. ده اهم حاجه، ان هي كمان امنه للاصحاب اللي عندهم مرض السكر، فممكن هم كمان يشربوا اي حاجه مسكره، عصاير، اي حاجات سخنه، من غير ما تعلي عندهم السكر في الدم. والاهم كمان الاطفال بيحبوا بقى طبعا الكيكس طبعا. بقى الحاجات يعني حاجات كتير قوي تتعمل بيها، فممكن نعملها. وكمان السكرولوز دي احسن حاجه فيها ان هي بتحافظ على المينا بتاعه الاطفال من التسوس. السنين بالظبط. فاحنا ساعتها هناخد السكر، ملوش اي اضرار، ما اداني نفس الطعم، ما حافظت على جسمي، انا ما دخلتش سعرات زياده جوه جسمي. فهي السكر سيسل ده برده من الحاجات المهمه جدا اللي لازم تبقى موجوده عندي في الكورس. حلو قوي، حلو قوي، يعني حاجه هايله بصراحه. طيب النشويات، النشويات ما هي مشكله النشويات، هي في ناس فعلا ما بيعديش يوم الا لما تبقى لازم تاكل نشويات. ده اساسي. واحنا الحمله بتاعتنا طبعا اللي هي قطع الابيض. الابيض ايوه، قطع الابيض ده مش ما ياكلش معانا خالص. بالظبط، احنا نقطع الابيض ليه؟ قطعوا ليه؟ انت بتقولي كده يعني لا ليه؟ طب ما اصل السكر الناس، اصل خلي بالك الناس برضو اللي بتحتاج النشويات، يعني كلنا يعني، وانا واحده منهم. واحنا كمان طبعا. لا انا قله النشويات بتدينا قله النشويات بتحسسنا بجزء من الاكتئاب. ارياف يعني حقيقة. عايزه كده، عايزه طول اليوم، عايزه ساندويتش، عايزه اي حاجه، عايزه حاجه مسكره حلوه يعني، فاهمه؟ عايزه، ما هي الفكره في الكميه. عايزه فطيره، فطيره كاستر. يا نهار ابيض، الدكتور هتضرب. عليها سكر. ايوه، ولبن كمان كده. انا باجي معاكم بجوع بصراحه، عايزه خلاص الفقره دي قوي. فاحنا ممكن ناكل كل الحاجات دي، بس زي ما قلت حضرتك مثلا هنستبدل السكر الابيض بسكر سيسل، هو نفس الطعم. فانت لو انت جربتيه، انت يعني انتوا لازم تجربوه وتبقوا تقولوا لنا المره الجايه ان شاء الله. قولوا لنا ايه رايكم. احنا معانا صور التواصل الاجتماعي. تمام، هي بتبقى عن طريق الارقام على الشاشه، مكالمات واتساب، يقدروا يكلمونا، او الاوفيشال بيجز بتاعتنا اون تارجت فارما على الفيسبوك، والاوفيشال بيج بتاع الدكتور نهال حافظ على الفيسبوك برده، وعلى الانستجرام بقى اون تارجت فارما ودكتور نهال حافظ. بيبعتوا لنا وهيلاقوا استماره اونلاين، بيبداوا بقى بنبقى فيه اسئله، بنعرف بقى الوزن والطول عشان نقدر نحدد لكل حاله الكورس المناسب ليها بالنظام الغذائي. طبعا بتبقى متابعه للنظام الغذائي، متابعه مجانيه طول فتره الكورس. أوكي. فبنبدا بقى نتابع الكورس بالجرعات، بالكميات، لمده قد ايه مع النظام الغذائي عشان نوصل لاحسن نتيجه في اقل وقت. طيب يعني انا دلوقتي لو خدت كورس الاناسيليوم هضمن ان انا شهيتي هتقل؟ تمام، ده علشان الفايبرز اللي فيه بتنفش. طب هيبقاش عندي نفس كمان للحلو وللنشويات؟ هو يعني زي ما قلت لحضرتك الكبسولات دي بتسدي نفسي يعني يا دكتور؟ لا مش هسدي نفسك، لا. احنا الفكره دايما في التغذيه، او احنا نيجي بنعمل دايت بلان، ان احنا نتحكم في الكميه. يعني احنا ممكن المفروض ان احنا نعرف ازاي ناكل بذكاء، ناكل كل اللي احنا عايزينه بس من غير ما اخلي جسمي يخزن دهون. هي الكميه فعلا، هي الكميه بالظبط. فهي دي فكره الكبسولات، اكل كل اللي انا عايزاه ومش هتخن. هي الكميه. أيوة، ما هو ده، هي دي اللي بتعمله الكبسولات، ان هي بتقلل الشراهه. يعني مثلا كنا مثلا بناكل طبق رز كبير، بقينا ناكل نص، كنت باكل نص بقيت اكل ربع بسبب الكبسوله دي. فهي قللت الشراهه، ما سدتش النفس. ان سد النفس ده مش حاجه صحيح. صح، لا طبعا اكيد. فاحنا طيب بنبقى عايزين ندخل كل حاجه صحيه لجسمنا. حلو، انا دلوقتي لو اخدت الكورس ده بيقلل شهيتي ولا بيحسسني بالشبع؟ لان اكيد حضرتك عارفه ان في فرق كبير جدا بين الشهيه والشبع. انا ممكن ابقى على طول شبعانه بس نفسي زي كده. ايوه، ما هو ده برضو الالياف دي اللي بتعمله، ان هي زي ما قلنا بتشغل اكبر حيز من المعده، عشان دي للناس اللي عندها مشكله ان هي مش عارفه تعمل كنترول على الجوع، او مثلا تقولك انا طول ما الاكل قدامي انا هاكل. انا يعني ما بحطي طبق قدامي هتلاقيني هطلع ومش جعانه هاكل. مكنه
كانت اكل. بالظبط، في ناس فعلا كده، فده للالياف، الالياف ليهم بتبقى هتحسسهم بالشبع، فهتيجي مثلا تاكل هتلاقي اخر ربع في المعده بس هو اللي حاسه فيه بالجوع، فالجوع بتاعها قل قوي. الشراهه بقى ناحيه النشويات والحلويات برده هنديها بقى الكبسولات، الكبسولات دي هتقلل الشهيه جدا، هتحسسني كمان، هتزود احساس الشبع، وكمان فيها بقى زي ما قلنا حاجات بتحرق الدهون، يعني هتحرق من الدهون الداخليه اللي في جسمي، وكمان من الدهون بقى لو انا بقى خلاص مصممه هاكل بقى حاجات بقى من بره، نشويات كتير او كده، هاكل بكميه قليله وهتحرق الدهون اللي موجوده في الاكله اللي من بره. فانا كده حليت كذا مشكله، حليت مشكله الجوع، زودت احساس الجسم بالشبع، زودت حرق الدهون الداخليه، خليت جسمي يحرق من الدهون اللي موجوده جوه، ودي كل حاجه احنا كلنا عايزينها انه نحرق أكيد. الدهون اللي جوه وكمان نحرق بقى من الدهون، ما نخليش جسمي يخزن من الاكل اللي انا لسه هاكله، ان هو يخزنه في جسمي، خليه يطلع على طول. فهي دي وظيفه الكورس. طيب يعني لو في نصايح كده دكتور معينه عايزه تديها لحد عايز يبتدي يخس ويقلل من اكله النشويات ويتحكم في شهيته شويه، تقولي له يعمل ايه؟ اول حاجه طبعا الميه، لازم نشرب ميه كتير جدا. اول ما نصحى كوبايتين ميه قبل كل وجبه، عندي اقسم كوبايات الميه كوبايتين او كوبايه مثلا. ان انا انام بدري، لازم مثلا من الساعه، يعني مش هتبقى 8، ما حدش بينام 8 قوي، مثلا 10، لان عندنا في هرمون اسمه هرمون النمو، ده بيطلع، ده بيساعد برضو بيزود الحرق عندي. فلازم انام بالليل وما بقاش قلبه يومي. فاحنا لو نمنا بدري، شربنا ميه، لعبنا رياضه لو احنا قادرين، ظبطنا، خدنا الكورس طبعا، لان الكورس ليه دور كبير جدا ان هو بيسد الشهيه، خدنا الاناسيليوم قبل كل وجبه، الكبسولات لو انا بقى خارجه مثلا وعارفه ان في عزومه بقى مثلا، محاشي، حاجات كده كتير، خليته معايا في كل مكان، فانا كده خلاص يعني ظبطت جسمي، ظبطت اللايف ستايل بتاعي، قللت الكميه، زودت الحرق عندي، فساعتها هبقى انا حابه الشيب الجديد والوزن اللي انا وصلت له. والاهم من كده صحتي، هلاقي طبعا الدهون دي لما بتنزل صحتي بتفرق، النفس، الحركة، كل حاجة عندي بتفرق، فساعتها احنا وصلنا يعني لهدف حلو قوي يعني. وشرب المية، شرب المية الناس بتستهون بيه، انا كمان مش بستهون بيه، بنسى. لا هند ما بتشربيش ميه خالص، هند ما بتشربش ميه خالص، دايما بتقول بص بتفضل كل حاجه، بحاول ان انا اكمل الصوره استاذه اميره بقى. بجد فعلا بحاول دايما افكرها انها تشرب ميه بس. عارفه عايزه اقول على حاجه بقى مهمه، لما بقعد اسبوع بقى في الجيم وكده وابقى بقى مركزه مع شرب الميه بتاعتي، اول حاجه بشوفها بشره خطيره. دي حقيقه، ديتوكس، بتعمل ديتوكس للجسم، بتنقي السموم يعني طبعا. وفي فتره كنت بعمل دايت فيها وبتمرن وبشربش ميه كويس، فعلا حرقي ما كانش احسن حاجه. لما ظبطت الميه، يعني اللي الدكتور بتقول عليه ده مهم قوي، انه نشرب ميه علشان الحرق بتاعنا يشتغل. اكيد طبعا، ما ده اهم حاجه. ومثلا في ناس بتقول لك انا بكسل، احنا لو قسمنا الكوبايات على قبل كل وجبه مثلا، عندي هلاقي ان انا على اخر اليوم انا شربت 8 كوبايات وانا مش واخده بالي. بالظبط، كوبايه قبل كل وجبه، كوبايه بين السناكس، بين الوجبات عندي. فالميه فعلا مهمه جدا، بتنظف الجسم، بتخلصه من السموم اللي موجوده، بتعمل عندي ان هي بتزود الحرق، بتظبط الميكانيزم بتاع الحرق بتاع الدهون عندي، فالميه مهمه جدا. انت رايك ايه في الميه اللي هي الديتوكس ووتر، اللي هي بتقطع فيها خضار او فاكهه وبتتشرب؟ هل فعلا في حاجه اسمها ديتوكس ووتر ولا هي حلوه جدا للناس برضو ممكن استغنى عنها بقى، عن الحاجات الغازيه اللي طبعا كلها دي يعني سكريات برضو انا مفيش حاجه قلتها غلط، انت ما بتعمليهاش. المره الجايه هاجي لك بالبيتزا والفطيره والسكر، نقعد بقى كلنا ناكل. دي ممكن على فكره احنا بنستخدمها ان هي تغني عن الناس اللي بتحب المشروبات الغازيه قوي، وبتبقى برضو مش حابه طعم الميه. فلو احنا مثلا ميه حطينا مثلا فيها شرايح برتقان، نعناع، ليمون، الحاجات دي بتبقى بتديكي احساس ان انت شربت، بتغير طعم الميه، وكانك شربتي بقى حاجه، كانها عصير مثلا او حاجه. فيتامين سي طبعا لو حطينا برتقان، ففعلا ديتوكس ده هايل قوي، بس لو احنا انتظمنا عليه. يعني مش مثلا في يوم اخلص ازازه واقول ايه ده انا شكرا. لا، الاستمراريه دايما، الاستمراريه دايما مهمه في اي شيء. اكيد طبعا. الحرق يا دكتور، يعني اللي اعرفه في قصه الحرق ان لازم يبقى عندك الكتله العضليه كبيره في الجسم علشان ده بيزود الحرق. ازاي نزود الكتله العضليه؟ ده بيبقى عن طريق زياده البروتين. اكيد هو البروتين، ان احنا نقلل النشويات
اتفقنا هنقلها ان احنا نقلل النشويات، نمنع السكر الابيض، نستبدل بدائل صحيه، ان احنا ناكل بروتين. في برضو يعني البروتين ده اهم حاجه عندي، لان انا الكتله العضليه، انا ليه دايما اقول انا لازم عشان اعرف مثلا ان انا ماشيه صح، ان انا لازم اكون بخس دهون مش عضلات، لان العضلات دي هي اصلا اساس تكوين جسمي، هي اللي بتزود مناعه الجسم، هي اللي بتديني الشكل اللي انا محتاجاه، هي اللي بتحافظ على عليا كانسان يعني. بالظبط. فان انا ازود بروتين، لازم ازود فراخ، لحمه، اسماك، مثلا الناس سردين برضه حاجه، انت بتروحي للحاجات مليان فسيخ يا نهار ابيض. طيب انا احنا لازم نعمل حلقه عن الحاجات بقى، شم النسيم بقى والحاجات دي، نبقى كلنا بناكل، بس ازاي نحاول كميه اهم. طيب حاجه، الناس اللي بتطلع كل يوم على الميزان، كل يوم، مش كل يوم، كل يوم، كل يوم، كل يوم بتطلع على الميزان وتشوف انها ما خستش، انا يعني عايزاكي بس تقولي لهم ان ده مش صح، لان في حاجه اسمها ان بودي بيتعمل، بيشوف اللي نزل من جسمك دهون، ميه، ماسلز، فالمتابعه بتبقى كل قد ايه علشان اعرف ان انا ماشيه مظبوط، ويعني ضروره عدم طلوع على الميزان دي كل يوم، لان انا شايفه انها بتحبط، لان ساعات لما بتبقي ماشيه على دايت اسبوع بتيجي في اليومين اللي قبل، بجد قبل الاسبوع ما يخلص او في يوم كمان تلاقي فعلا حصل فرق. بالظبط. فكل يوم ده لا، غير ان الميزان اصلا احنا لازم نلغي فكره ان انا اطلع على الميزان، لان الميزان احنا دايما بنسميه الميزان الكذاب، هو بيخدعني. انا ممكن على فكره اطلع على الميزان اول 3 ايام والاقي نفسي نزلت 3 كيلو، بس 3 كيلو دول ايه؟ هل هم دهون؟ هل هم عضلات؟ اول اسبوع دايما اللي بينزل من جسمي بتبقى الميه اللي بتبقى متخزنه في الجسم، وممكن تبقى عضلات. فانا ممكن اطلع على الميزان افرح قوي ان انا خسيت 3 4 كيلو، وابدا بقى اكمل في الدايت بتاعي مع انه هو غلط، اجي بقى على اخر الشهر الاقي ان انا شكل جسمي باظ، مناعتي باظت، عضلاتي قلت جدا. فالميزان ده مش بيحكم ابدا انا خسيت ايه بالظبط، الكيلوات دي عباره عن ايه. فالان بودي زي ما انت قلتي فعلا هو اللي بيوريني الكومبوزيشن بتاع جسمي من جوه، نسبه الميه، نسبة العضلات، نسبة الدهون، مفروض أخس إيه، هو بيوريني تكوين جسمي كله عشان أعرف أنا نزلت صح أو أنا ماشي على الدايت بلان صح ولا لأ. المزورة احنا لازم نستخدم المزوره، بقيس بقى محيط البطن، الارداف، ممكن الدراعات برضو. عشان كده القياسات هي اللي بتفرق، هي اللي هتخليني اعرف انا نزلت دهون ولا لا. فاهم حاجه انا ابعد الميزان، لان في ناس بقى يا اما بقى يعني حاجتين، يا اما هيخس فهيلاقي نفسه مبسوط وممكن يبقى عامل اصلا ماشي على الدايت غلط فينزل عضلات، يا اما مثلا يلاقي نفسه ما بيتحركش. بالظبط. في ناس بتبقى ثابته في الوزن بس هي حقيقي نزلت، بس نزلت دهون وطلعت ماسلز، طلعت عضل. فما حصلش الخسسان ما بانش. بالظبط. فده بيحبطهم جدا. فاحنا لازم تبقى يعني المزوره هي اهم حاجه. وبتبقى مثلا في الاول بناخد قبل ما نبدا الدايت بناخد بقى قياسات الجسم دلوقتي عامله ازاي، مهم قوي. ممكن بعد شهر بقى هيلاقوا بقى نتيجه، طالما طبعا التزمنا بالكورس مع النظام هم هيشوفوا شكل جسمهم بقى عامل ازاي. ايوه، يشوفوها اكتر في مقاساتهم. اخيرا يا دكتور، لو حد حابب يتواصل معاكم عن طريق الارقام اللي بتظهر على الشاشه، مكالمات واتساب، وعن طريق الاوفيشال بيجز بتاعتنا اون تارجت فارما على الفيسبوك، والاوفيشال بيج بتاع الدكتور نهال حافظ، وعلى الانستجرام اون تارجت فارما، والبيج بتاع الدكتور نهال حافظ. دكتور مي عبد اللطيف، اخصائيه التغذيه العلاجيه وعلاج السمنه، نورتينا كالعاده وشرفتينا قوي. واحنا كمان بتمنى ان احنا كلنا ناخد بالنا من صحتنا. سيبكم الهزار اللي انا بهزره، بس لازم ناخد بالنا من الاكل، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. برافو، دي حاجه مهمه قوي. خلصت حلقتنا النهارده من الحريفه، استنونا ان شاء الله يوم الاربعاء الجاي.